انتهى الانتظار وحان وقت التنافس من أجل حسم في هذه المباراة. نرحب بكل من ينضم إلينا للاستمتاع بهذه المواجهة الرائعة جدا. مباراة تعد بالكثير وهناك ضجة كبيرة حولها لأنها راح تحسم أمور كبيرة والأخطاء فيها مرفوضة بالتأكيد. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. يلعب كرة للجانب الأيمن، كولوسيفسكي، تمركز أهم صفة للمدافع، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. انطلاقة مدافع إلى الأمام، ضربة رأسية، جول لأتلتيكو مارانينسي. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء في هذا المكان من الملعب، هنا تعرض الدفاع الخطر، تكشف المدافعين، تجعلهم صراحة في موقف صعب. الأرجنتين متأخر في الدقائق الأولى، الآن لديهم فرصة التعويض ولا يزال عندهم المزيد من الوقت. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، يلعب كرة، نيمار يبعدها عن مناطق الخطورة. لامبارد يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، يسدد الكرة والهدف يأتي. كان في الموعد، دائما هو في الموعد. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. جميل جدا أن تعود سريعة في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. بيلينغهام، تمريرة جميلة، الآن بدون رقابة عنده فرصة. أنتوني غريزمان، جول لأتلتيكو مارانينسي. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. مزروعي سددها بشكل قوي وفي مكان صعب، لكن حارس المرمى كسر كل هذه المحاولات. الركنية الأولى في المباراة. إبعاد الكرة. الأرجنتين يحصل على الكرة مرة أخرى. أنتوني غريزمان، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعبها لمنطقة الخطر، يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا. والآن فرصة للتحول الهجوم، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة طولية من الحارس. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة.
substitutions taking place. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. الأرجنتين لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. تمريرة عشوائية بعيدة جدا، لم تكن دقيقة هذه الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ما الذي حدث هنا؟ في الزحام تخرج الكرة والحكم يحتسب ضربة مرمى. وصلت إليه في ليونيل ميسي. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. أتلتيكو بارانينسي ممكن يستغل هذه الفرصة. تحول سريع في الملعب. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كرة تعود إلى منتصف الملعب. دي ليخت يحاول إبعاد الكرة. رودري، وتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. كولوسيفسكي، والآن فرصة موجودة. الأرجنتين نجح في إيقاف المرتدة بتدخل حاسم في توقيت رائع. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. إمكانية مرتدة الآن. أي دفاع عن هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار عن هذا؟ بيكن باور دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. نيمار دي يونغ. الأرجنتين ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. نيمار. الأرجنتين مستعجل بعض الشيء أمام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. ويمر. موقف صعب الآن. باص سيء لم يكن بشكل جيد. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، تسديدة من بعيد، وأيضا ذهبت بعيدا عن المرمى. رودريجو بينية رائعة، كرة تمر من الجميع. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن أداء كبير جدا في مباراة اليوم، لكن بدون انتهاء.